مرحبا ويسعد أوقاتكم. هناك مشكلة شائعة تواجه بعض المبتدئين بالعمل بالشوكولاتة، وهي التصاق حبات الشوكولاتة بالمولد قالب الصب، خاصة إذا كان من الأكريليك أو البوليكربونات، وعدم خروجها مهما حاولنا طرقها، في حين أن بعض الحبات وبنفس المولد تخرج منه ولكن ببعض العيوب، إما فيها الشوكليت بلوم أو متكسرة. السبب الرئيسي لحدوث هذه المشكلة هي أن عملية التمبرينج تكون خاطئة وفاشلة، فتكون الجزيئات مبعثرة وغير مرتبة وبالتالي غير متماسكة، فتلتصق بقالب الصب ويصعب نزعها مهما حاولنا ذلك، بالإضافة لوجود بعض الرطوبة داخل الفجوات، فجوات المولد، مما أدى إلى التصاقها. لذا أنصح المبتدئين بالعمل بالشوكولاتة استخدام قوالب صب السيليكون سيليكون مولد، حتى إذا لم تنجح عملية التمبرينج عندها يمكن استخراج حبات شوكولاتة بسهولة من السيليكون. ولمعرفة المزيد من أسرار العمل بالشوكولاتة ونجاحها وأسباب فشلها، سجلوا معنا بدورات الشوكولاتة المتخصصة وتفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني echocolatier.com، ستجدون الرابط بصندوق الوصف، فهيا معا لتصنعوا سحركم الخاص بالشوكولاتة. شكرا لكم وإلى اللقاء.